إعادة تشغيل مطار كابول كانت يعني هدف بالنسبة لحكومة طالبان الجديدة، خاصة بعد حالة الهرج والمرج اللي تابعناها في الفترة الأخيرة بالنسبة لمطار كابول، وكان هناك محادثات كثيرة ما بين كل من الحكومة الأفغانية والحكومة القطرية، اللي بالمناسبة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بيزور أفغانستان، والتقى بمسؤولين داخل القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول من أجل إجراء العديد من المحادثات والعلاقات بين كلا البلدين ومحاولات تقديم يد العون للحكومة الأفغانية الجديدة. لكن نجاح تسيير أول رحلة من مطار كابول كان لافت للأنظار بالنسبة للصحافة العالمية وبالنسبة أيضا للسوشيال ميديا، خاصة وأن هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا، وكان هناك محادثات كثيرة عن تقديم يد العون سواء من جانب الدولة التركية أو الدولة القطرية فيما يتعلق بعمليات تشغيل مطار كابول. وبإذن الله هذا التحدي توجهه الحكومة الأفغانية الجديدة بشكل كبير من النجاح، لأنه بلا شك الاستقرار في أفغانستان سينعكس على الاستقرار العالمي بشكل كبير جدا، خاصة في ظل رحيل آخر جندي أمريكي من أفغانستان، وهناك بالفعل يعني تحديات كبيرة تواجه الحكومة الأفغانية ومشاكل جمة وكثيرة للغاية. عموما دعونا نلقي نظرة على الكليب التالي الذي لدينا لأول رحلة من مطار كابول بعد إعادة التشغيل.